والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبايبي رجعنا لكم فيديو جديد. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين الفيديو اللي هو فقس كتاكيت الأنثى، الدورة اللي هي الثانية، الأنثى الأولى من الخمس أناتي اللي عندي. تمام، لو انت مش مشترك في قناتي يا ريت تنزل تحت تشترك في القناة وتفعل تنبيه الجرس على أساس إنه يجيك أول بأول كل اللي أنا بعمله هنا في القناة. تمام حبايبي، كونوا متأكدين إنه أنتوا هتستفيدوا معايا وهتستفيدوا من قناتي كتير إن شاء الله. حبايبي الموجودين معايا يا ريت يسلخوا لايك على أساس إنه الفيديو يوصل لناس أكتر والناس تستفيد. تمام الحلقة اللي قبل هذه صورنا لكم اللي هو الروميات بعد ما نقلناهم في البيت الثاني. البيت اللي احنا كنا حاطينه فيهم كان بيت ثاني ونقلناهم في البيت هذا، وانا عملت لكم حلقة فيهم وعملت لكم كمان حلقة لما احنا بعد ما نقلناهم. وصراحة يا جماعة الخير كله على ايدكم، ما فيش حاجة يعني انا بجيبها وبتصنعها، فانا بعمل الافادة لإلكو وبنفس الوقت انا بستفيد. فلقيت حنخش على الرومية ونشوف ايش فجس معاها باقي اللي هو الكتاكيت او لا. صراحة انا لسه عمال يعني بصحى، فعمال لسه باجي، فالله المستعان. تمام انا حضرت نفسي وجبت اللي هو زي ما انتم شايفين، هذا هو علف نمرة واحد بروتين 22 للكتاكيت. تمام احنا اتفقنا في الفيديو اللي قبل هذا انه احنا نخلي الكتاكيت معاها، مش هياكلوا ولا يشربوا قبل ما تفجس اخواتها. تمام ففي الفيديو هذا هفرجيكم ايش نسوي كيف نستضيفهم يعني وهيك، وايش التدابير اللي احنا بتلزمنا على اساس انه احنا نستضيفهم فيها. تمام بلا ما اطول عليكم هنخش على الفيديو على السريع. بس قبل ما نخش يا ريت لو مش مشترك كمان مرة تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو يا ريت تسلخ لايك، ولو ما عجبكش الفيديو يا ريت تسلخ يعني ديسلايك. المهم ما تخليش اللي هو اللايكات او الخانة فارغة، حاول ان انت تظبط امورك. تمام نشوف ايش نسوي. بداية يا جماعة الخير نقول بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. تمام احنا في الحلقة اللي فاتت جبنا بيضتين معانا كان مفجس ثلاثة، فبدنا نشوف لقيت ايش مفجس معاها. نشوف. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله يا بسم الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تمام في كل دورة لازم يكون في يا جماعة الخير اللي هو زي هيك يعني، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. تمام بيجيني اسئله يا ابو ادم، الروم اللي عنا الانتايه بتفغس عليه، الانتايه بتقتلوه، الانتايه الانتايه الانتايه. تمام عادي لازم في كل دوره اللي هو يعني ينفخ زي هيك. تمام فالله المستعان هذا حنشيله خلاص، المهم ربنا اكرمنا. بسم الله ما شاء الله. تمام انا بقولكم في كل دورة ترموش البيض هذا، هذا يا عم منيح كتير، ممكن انتوا تكسروه على اللي هو العلف، يديهم اللي هو يا جماعة الخير الكالسيوم. تمام احنا هنشيله. اذا بتتذكروا معايا هذا هو بيض الاموشن اللي علمناه مع بعض، هذا يا جماعة الخير هو بيض الاموشن اللي احنا علمناه مع بعض. ايوه بسم الله ما شاء الله طلع. في هان تنتين مش طالعين.
تمام، هذا هو بيض الأموشن، وهذه هي الدورة الأولى للإنتاية. هي صراحة الدورة الثانية للإنتاية في 2019. صراحة هذه البطن الثاني لإلها في 2019 يا جماعة الخير. بس هذه الدورة اللي احنا هنسميها الدورة الأولى للخمس أناتي، بس هي هتكون الدورة الثانية للأنثى. تمام، طبعا انتوا فاهمين عليا. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. معلش يا جماعة الخير، اعذروني اعذروني. تمام، وين كنا؟ كنا انه احنا كيف بدنا نستضيفهم هدول يا ابو ادم، وايش بدنا نسوي فيهم. اول حاجة يا جماعة الخير، احنا سمينا يعني سمينا في الفيديو اللي قبل هذا اسماء لإلهم. صراحة انا يعني عملت هيك في الفيديو اللي قبل على اساس انه يعني نضحك وهيك، بس يعني مش اكتر. فالله المستعان. عنا سمينا اللي هو فريحة، وسمينا اللي هو مهند، لا سمينا امير وفريحة، وسمينا المهم يعني سمينا كم من اسم على اساس انه احنا يعني نضحك بس مش اكتر. فهلقيت حفرجيكم ايش نسوي فيهم. اول خطوة من اتباعها انه احنا حنحط لهم مية وسكر. تاني خطوة حنحط لهم العلف. تالت خطوة حنشيل اللي هو البايلة هادي. ورابع خطوة حناخد البيض هذا، لعل وعسى يكون في اللي هو جنين، حنحطه تحت انثى تانية راقدة، ونشوف لعلها لعله انه يطلع وهيك يعني. فالله المستعان. تمام، هذا الكتكوت اللي احنا طلعناه في اول اللي هو اول ما طلعنا الانتاية، هذا بتكون هي دعسة عليه. فيش اي مشكلة يعني، ربنا بعوض. المهم انه انت توسع عليهم المكان. تمام، حنبقى نعملهم يعني نعملكم عليهم فيديوهات عبل ما احنا نبيعهم. تمام، صراحة هدول معروضين للبيع على اساس انه انا الدورات عندي بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. شايفين كيف؟ فاحنا هنشيل اللي هو هادي، هنشيلها كليا على اساس انه هي ما تنطش تاني مرة وتقتل اللي هو الكتاكيت. تمام، صراحة هدول يا جماعة الخير معروضين للبيع. وفي مشتريين موصيني ان هم يشتريوا من عندي، فحبيع اللي هو الكتاكيت هدول. بس مش عارف حبيعهم بعمر اكم. المهم انا لازم يعني انت تعرف كتير عني. تمام، فانا هلقيت هقول لك عني حاجات كتيرة. اول حاجة لما انا ابيعهم وهم صغار هيجيبوا له سعر حلو. تمام، لما انا ابيعهم وهم كبار مش هيجيبوا له سعر حلو. تمام، طب ليش يا ابو ادم بتحكي هيك؟ ليش انت بتحكي لما تبيعهم وهم صغار هيجيبوا لك سعر حلو، لما تبيعهم وهم كبار مش هيجيبوا لك سعر حلو؟ بالعكس يا ابو ادم، لما يكبروا بيكبروا وسعرهم بزيد. تمام، انا هلقيت بدي اشرح لكم الوضع. الوضع عندنا احنا هام في اللي هو في البلد عندنا، انه احنا ما فيش قبضات، ما فيش رواتب، ما فيش رواتب حكومة، ما فيش رواتب سلطة، ما فيش يعني رواتب كتير. ولو اخدوا رواتب بياخدوا كل 3 أو 4 أشهر ربع راتب، فمش كتير. احنا مدورين على اللي هو اللي هي الترباية وكده يعني. فعنا الطيور برخص التراب، اللي هي مثلا زي هذه، انه يعني لما تكبر تصير رخص التراب، يعني بصيروا يعني كيف انه يبخسوا. وطبعا هذا الاشي التبخيس انا بحبهش، بس في ناس ببخسوا على اساس ان هم ياخدوا الاشي ببلاش. فانا بضطر ان انا ابيعه وهو صغير على اساس انه مثلا يعني عمره 15 يوم او 10 ايام او 7 ايام، فمش حيكلفني كتير انه هو ياكل ويشرب. فببيعه الجوز ب 20 شيكل على اساس انه هو مش حيكلفني كتير.
وبس انا مبديش اشغلكم معايا، بس انا حبيت اقولكم انا ليش ببيع اللي هو الدورات عندي من وهي صغيره، وبخلي القيم ترجع تبيض وتولف تاني على البيك وتكسر وهيك وترجع تبيض وتخلف ومن الكلام هذا. تمام، يا ريت تخليك معايا لاخر الفيديو، خلينا نشوف ايش نسوي. صراحة أنا أخذتكم في الكلام، أنا بعتذر منكم لو أنا طلعت عن اللي هو الموضوع أو طلعت عن خارج الموضوع. تمام، إحنا هنبقى هالجيت، هنبدأ إنه إحنا نشيل اللي هو هذا اللي السحارة، وحنحطهم على الأرض نفسها. تمام، أول شي حناخد البيض. أين أنتم؟ هذول هم، حنحطهم عند أنثى ثانية. تمام، هنحطهم تحت الانثى هذه ونأمل من الله خير ان هم يفقسوا. صراحة هذه عندها اللي هو بدل اموشن الدورة الثانية، ان شاء الله خير. وفي اللي هو الدورة الثالثة في البيت هداكي، وفي مفاجأتين عندي غادي حعملكم حلقة عليهم ان شاء الله في الفيديو اللي بعد هذا او اللي بعد اللي بعد هذا. تمام، هذا حندفنه يا جماعة الخير. انا صراحة بعمله عندي زي هيك سماد طبيعي للاشجار، ربنا يعوضنا عوض خير فيه. تمام، حنبدأ هلقيت انه احنا ناخد البيض هذا ونحطه في مكان على اساس انه احنا نكسره ونحطه مع العلف للانات التانية اللي بتبيض. تمام، على اساس انه يجوا عندها العنقود البيض وما تاكلش بيضها. تمام، ويصير عندها كالسيوم. حنطلع هذا ونرجع لكم. انتوا صحيتوا؟ ولادي صحيين على السريع، جايين نشوف الكتاكيت. لا يا بابا، بيموتوا؟ بيموتوا لو احنا مسكناهم لسه صغار. تمام، هنحط لهم اللي هو العلف، بس قبل ما نحط لهم العلف هناخدكم معانا نسوي اللي هو المية والسكر ونفرجيكم ايش نسوي. صراحة يا جماعة الخير ناخد هذه ونحط لها أي حاجة، لهذه الانتاية التالتة اللي راكدة على البيض، ونحط لها أي حاجة بديلة لإلها. صراحة أنا نازل بستعجل في الفيديو هذا يا جماعة الخير، في عندي اللي هو هلقيتها تقريبا عندها صارت الساعة 9، أنا بنزل كل يوم يوم بعد يوم فيديو. في عندي بس مباشر على الفيديو، فنروح نشوف ايش نسوي في هذه. تمام يا جماعه الخير، محدش يحكي لم ادم انه انا اخذت السكريه تبعتها. هنبدا انه احنا نحط سكر. اوعكم تحكوا لم ادم هو. تمام، نحط السكر زي ما كل دوره انا بسوي معاكم، حركها وارجع لكم. تمام تمام، زي ما انتم شايفين احنا ظبطنا الامور. وهنبدا انه احنا نحط لهم اياها زي ما انتم شايفين، صافيه صارت الميه وتخربط اللي هو السكر فيه. تمام تمام يا جماعه الخير، بيجيني تعليقات بيقولوا لي انت ليش بتعملش فيديوهات على الدجاج. صراحه يا جماعه الخير زي ما شفتوا توي كانوا ياكلوا اللي هو البيض المكسر اللي احنا طلعناها هادي من غاد من تحت الكتاكيت. وهذا اللي البيض المكسر برضه منيح للي هو الشبابي على اساس ان هو يعطيهم كالسيوم للعظم. صراحة انا ما فيش عندي اللي هو الدجاج كبير على اساس انه انا اعمل عليه فيديوهات، فمستني الفوج هذا يكبر وان شاء الله هعملكم فيديوهات اكتر وحفيدكم بالنسبة للدجاج. تمام، نروح نشوف ايش صار معانا غادي ونحط لهم المية. تمام تمام يا جماعة الخير، احنا حطيناها لمنقيت اللي هي المية والسكر. هنقعد هلقيت نشرح من اول جديد على اساس انه المتابعين اللي بعرفوش ايش يعني اللي هو مية وسكر ولا ايش. المية والسكر بتغسل معدتهم من باقي اللي هو الخلاصة والكلام هذا يا جماعة الخير، وبتديهم اللي هو في الليل دفى سكريات وجلوكوز وزي هيك يعني. تمام، احنا هلقيت هنبدأ انه احنا نشيل الاكل اللي معانا اللي كنا حاطينه للانثى. طبعا هذا احنا خلاص هنشيله على اساس انه هو الصغار مش هياكلوا منه. ايش ولا فريحه؟ لا، هذه مش فريحه، فريحه الله يرحمها ماتت.
ودفناها هنا. الله المستعان. تعي يا امير، ماتت حبيبتك يا حبيبي. تمام، الناس نطلع على الموضوع يا جماعة الخير. انا صراحة بعمل هيك بس انه انا ادخل في الموضوع انه يصير يعني كوميدي وكده، على اساس انه انتوا يعني برضو ما تملوش، في شوية ضحك وشوية كده وشوية معلومات وشوية كده. تمام، صراحة يا جماعة الخير انا لقيت حبدله له هذا، وهنحكي عن العلف. العلف اللي معايا يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين، علف نمرة 1، بروتين 22. تمام، هنبدأ انه احنا بعمر 20 يوم نغير العلف هذا. تمام يا ابو ادم، انت ليش بدك تغير العلف؟ بعد اللي هو 20 يوم نديهم علف نمرة 2، في بروتينات اللي هو بتطلع الريش وفيها كالسيوم والكلام هذا. تمام، بديش اطول عليكم، ان شاء الله نكون فدناكم اكتر. صراحة انا كمان يومين حديهم هو صفار البيض مع العلف، على اساس انه هو الكتكوت بيكون ضعيف وهو صغير. هنبدأ انه احنا نديهم برضو بيض. تمام، بديش اطول عليكم حبايبي، بهيك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ياريت لو عجبك الفيديو تسلخ لايك، لو اول مرة بتفوت قناة ياريت تعمل سبسكرايب، تفعيل ذنب الجرس ليصل كل جديد. حبايبي تمروش عليكم يوم من غير ابتسامة، اكثر من الصلاة على النبي، اذكروا الله يذكركم، استغفر الله يغفر لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.